اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نرحب بالفقره الاخيره في ملعب الاهلي النهارده مع دكتور احمد ثابت. دكتور احمد اخبارك ايه والف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك لمصر طبعا التاهل للاولمبياد للمره ال 12 عبر التاريخ، يمكن اول مره برضو في تاريخ مصر ان احنا نوصل تحت 23 سنه ان احنا نوصل نهائي بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. فطبعا مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك لكل الشعب المصري. كمان الحضور الجماهيري ليه العامل الاساسي في في البطوله كلها. النهارده بيحضر 70,000 متفرج، يعني بصراحه الحضور الجماهيري ليه العامل الاساسي، غير الجهاز الفني غير اللاعبين. كابتن شوقي غريب يمكن حقق البطوله كلاعب او بيتاهل للاولمبياد كلاعب عام 84 وكان مدرب عام 2020، فده بصراحه رقم مميز. برضو الكابتن شوقي غريب قسم المباراه بشكل كويس جدا. يمكن الشوط الاول جنوب افريقيا تفوقت نوعا ما، ولكن الشوط الثاني كابتن شوقي غريب نجح ان هو يخلي الاطراف تضم. يمكن هو كان عنده مكلف عبد الرحمن مجدي ورمضان صبحي بالتعليمات الدفاعيه في الشوط الاول، الشوط الثاني ان هم ازاي يدخلوا للعمق وازاي ان هم يسددوا. عبد الرحمن مجدي شط سددتين، لما بدا يدخل للعمق جم هدفين، وبالتالي كابتن شوقي غريب قسم المباراه بشكل كويس جدا. يمكن يعني واحد من افضل المدافعين في البطوله ويستحق بصراحه يعني من اعلى التقييم اسامه جلال. اسامه جلال بصراحه بيقدم بطوله، انا في وجهه نظري افضل مدافع في البطوله بالارقام. برضو قدم مباراه كبيره جدا جدا، يعني يمكن الارقام قدامنا هنلاقي ان هو اكتر لاعب قطع الكوره في المباراه 16 مره، اكتر لاعب فاز بالتحامات هوائيه 8 مرات، دقة التمريرات يمكن هو كمان أكتر لاعب حصل على أخطاء 4، دقة التمريرات القصيرة 84%، نسبة دقة التمريرات الطولية هو عمل 8 تمريرات طولية بنسبة دقة 25%، منع عرضية مؤثرة عمل بلوك مرة واحدة وليه محاولة على المرمى، وبالتالي أرقام مدافع. كمان أنت بتتكلم كان بيلعب على لوسر سينج اللي هو أخطر لاعب في جنوب أفريقيا اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل المباراة رقم 11، وبالتالي ابطل مفعوله تماما او ابطل خطورته تماما. وبالتالي اسامه جلال واحد من اهم المدافعين في البطوله ومكسب كبير جدا لمنتخب مصر على الفريق الاول. طبعا رقم اثنين في التقييم برضو اكرم توفيق. اكرم توفيق بيواصل تالقه على مدار البطوله، يمكن هو واحد تاني اكتر لاعب قطع الكوره 14 مره، في رقم كمان ان هو يعني استعاد الكره الثانيه 7 مرات. فده رقم بياكد لك ان هو دايما بيديك الاستحواذ، او خاص تحديدا كمان ان هو بيلعب لوحده كارتكاز الوحيد اللي هو بيكون بالدور الدفاعي، عكس مثلا رمضان، عكس عمار حمدي، عكس عبد الرحمن مجدي، هو الوحيد اللي هو دفاعي بحت. وبالتالي تاني اكتر لاعب قطع الكرات، كل ارقامه الدفاعيه بتبقى كبيره جدا. تاني اكتر لاعب قطع الكرات، اكتر لاعب فاز بالكره الثانيه، كمان دقه تمريراته كلها ال 19 تمريره القصيره صح، نسبه يعني 19 صح من 19. دقه التمريرات الطوليه عامل 5 بنسبه دقه 60%، عامل مراوغتين ناجحتين وما ارتكبش اخطاء. فبالتالي اكرم توفيق بدا يتطور بشكل ملحوظ. خلينا نروح لواحد من نجوم هذه البطوله، صلاح محسن. الف مبروك يا صلاح. الو، الف مبروك يا صلاح. ايوه يا كابتن اسلام، الف مبروك يا حبيب. الله يبارك فيك. الف مبروك. وقد ايه الفرحه كانت حلوه وحاجه جميله جدا. ايه قد ايه الفرحه كانت حلوه؟ ممكن بقول لك قد ايه الفرحه كانت حلوه وجميله جدا النهارده. طبعا الحمد لله يا كابتن اسلام، والله اللعيبه كلها رجاله من اول لعيب لغايه اخر لعيب اللي هو جبت عم عيد اللي هو العامل. الحمد لله يعني النهارده كلها اللعيبه رجاله، ومبروك على الصعود يا كابتن. مبروك يا حبيبي. هتعملوا ايه الماتش اللي جاي؟ الناس كلها منتظره برضو المباراه القادمه. نفرح بس يا كابتن اسلام الاول، وبعد كده ان شاء الله نركز في النهائي. أيوه. باذن الله ان شاء الله يا حبيبي. الف مبروك يا صلاح. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. مش عارف اسمعك او انت مش عارف تسمعني كويس، لكن في النهايه مش عارف اسمعك خالص. معلش، المهم الف مبروك، احنا سمعنا صوتك ونبارك لك بقى. الف مبروك يا صلاح. الف مبروك يا حبيبي. يعني العفو حبيبي، العفو، ربنا يخليك. يعني صلاح محسن واحد برضو من اللاعبين اللي كان لهم دور في هذه البطوله طبعا، تحديدا في المباراه الاولى. وبعد كده بدا يدخل عبد الرحمن مجدي زي ما قلنا، يمكن اسامه جلال رقم واحد، رقم اثنين اكرم توفيق، رقم ثلاثه عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي برضو قدم مباراه كويسه جدا في الدور الدفاعي برضو، مع انت بتتكلم في الجبهه اللي فيها لوسر سينج اللي هي الجبهه اليسرى لمنتخب جنوب افريقيا، ده بيتحرك بشكل مميز جدا، كان مايل عليه كريم العراقي، مايل عليه اسامه جلال، برضو بيروح ناحيته عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي قدم دور دفاع مميز جدا، لو بصينا هنلاقي ان هو اكتر لاعب في الرباعي الامامي قطع كوره. قطع الكوره 8 مرات، ده رقم مميز جدا لعبد الرحمن مجدي. عمل 4 تمريرات طوليه، التمريرات القصيره 18 صح من 19، اكتر لاعب عامل عرضيات هو واحمد ابو الفتوح 7 عرضيات منهم واحده صح،
المحاولتين اللي عملهم على المرمى كانوا في الشوط الثاني لما بدأ يدخل للعمق، جاب منهم هدفين لمروجتين على الناجحتين، وحصل على ثلاث أخطاء كتاني أعلى لاعب حصل على أخطاء بعد أسامة جلال. من يستحق بالأرقام من يستحق أن يكون أفضل لاعب في هذه المباراة؟ أسامة جلال، أكرم توفيق، عبد الرحمن مجدي، بعد كده رمضان صبحي طبعا قدم مباراة كويسة جدا برضو. يمكن هو رمضان صبحي ليه رقم مميز إن هو اللاعب الوحيد اللي سجل في بطولتين، أو مش اللاعب الوحيد، يعتبر اللاعب اللي هو سجل في بطولتين مختلفتين لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، دي البطولة الثانية اللي سجل فيها، فده رقم مميز برضو رمضان صبحي. مصطفى محمد برضو كان ليه رقم مميز إن هو اللاعب الوحيد اللي سجل في مباريات دور المجموعات كلها، رقم مميز جدا. رقم مميز لكابتن شوقي غريب ان هو اخذ يعني وصل اولمبياد سنه 84 كلاعب وبيوصل كمدرب سنه 2020، فده رقم مميز جدا. لو بصينا برضو على ارقام رمضان النهارده هنلاقي فيها حاجه مهمه جدا. رمضان يمكن الشوط الاول واضح جدا ان هو مدرب جنوب افريقيا لما بدا برقم 18 تحديدا عشان يقفل خطوره رمضان، يقفل الجبهه اليسرى القويه بتاعه منتخب مصر. فرمضان كان بيفقد الكره كتير، يعني فقد الكره 8 مرات اكتر لاعب في منتخب مصر، ولكن قدم دور مهم جدا في ان هو عمليه الاستحواذ على الكوره. لو بصينا على ارقامه احرز هدف، اكتر لاعب راح على الجون عامل محاولات 4 محاولات بنسبه دقه 50%. رمضان كمان عامل 5 عرضيات نسبه دقه تمريراته القصيره 74%. يمكن كمان عامل 8 تمرير طولي، دي حاجه مهمه جدا، التمرير الطولي او الرؤيه بنسبه دقه يعني 8 منهم 7 صح بنسبه دقه 90%. قطع الكوره 4 مرات وليه مراوغتين نجاحتين وحصل على خطأ. فرمضان بيقدم بطولة ممتازة جدا. يمكن احنا اتكلمنا على أسامة جلال، أكرم توفيق، عبد الرحمن مجدي، رمضان صبحي، عمار حمدي. عمار حمدي برضو قدم مباراة كويسة في عملية التوغل في وسط الملعب وعملية الزيادة وعملية الربط، كان ليه دور مهم في الربط ما بين الدفاع وما بين الهجوم. أكرم توفيق كان دايما بيلعب كاليبرو متقدم أو قدام محمد عبد السلام، ولكن هو اللي كان بيعمل عملية الربط عمار حمدي بعملية البنتريشن اللي كان بيعملها. أحمد أبو الفتوح برضو قدم، هو اللي جاب ضربة الجزاء، قدم مباراة كويسة ولكن مش زي المباراتين الأولين. أحمد بيكهام واحد من أحسن اللعيبة اللي بتلعب، أحسن مدافع من أحسن المدافعين اللي بتحضر الهجمة من تحت، عنده رؤية، عنده الزيادة، عنده التكملة، كمان بيعتمد على التوقع في قطع الكورة أكتر من الالتحامات. يمكن أسامة جلال بيعتمد على الالتحام أكتر، أسامة جلال أحسن مدافع شفته بيكسب التحامات هوائية. أيوه. لكن أحمد بيكهام بيعتمد على التوقع. تمام. إذن عبد الرحمن مجدي يستحق أن يكون الأفضل في هذه المباراة. أسامة جلال وعبد الرحمن مجدي أحسن اثنين. دول أحسن اثنين. وأكرم توفيق. ثلاثة دول بصراحة أعلى ثلاثة في المباراة. تمام. ايه تاني برضو ممكن نتكلم عنه؟ عايزين نتكلم عن محمد صبحي مثلا النهارده. محمد صبحي النهارده يمكن اتعرض لتسديده واحده بس، تصدى صحيح للتسديد مره واحده بس، خرج من المرمى لابعاد هجمه مره واحده بس. فدي يمكن محمد صبحي النهارده انت بتتكلم في ان جنوب افريقيا ده كلين شيت ليد الثاني في البطوله، فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه لمحمد صبحي. محمد عبد السلام يعتبر بصراحه هو يعتبر اقل يعني تقييم بالنسبه للفريق، لانه ارتكب كان ممكن يطرد. كان معاه انذار وكان ممكن يطرد ليهم برضو في لعبه فيها شك ان هي فيها ضربه جزاء يمكن، ولكن برضو قدم بطوله كويسه على مدار البطوله. النهارده كان اقل شويه. كريم العراقي بيقدم بطوله ممتازه جدا. ايوه صراحه مكسب كبير جدا كريم العراقي في الباك اليمين. نعم. لعيب عنده الروح القتاليه العاليه، بيديك عرضيات كتير، بيصنع فرص كتير جدا. اعتقد ان يعني مبروك لمصر التأهل للأولمبياد للمرة ال11، ومبروك لكابتن شوقي غريب والجهاز الفني واللعيبة، وإن شاء الله نحتفل كمان بالبطولة. 11 ولا 12؟ ال12. وفي رقم إحنا بقى عايزين بقى نكسره بسرعة. يوم الجمعة إن مفيش ولا فريق استضاف البطولة وكسب أخذ البطولة. إن شاء الله نكسر الرقم ده. إن شاء الله نستعنى نفوز بهذه يوم الجمعة بإذن الله. شكرا جزيلا يا دكتور أحمد. شكرا. ألف ألف مبروك لمنتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة، التأهل إلى أولمبياد طوكيو والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم الجمعة القادم، ولكن الهدف الأهم هو الوصول إلى طوكيو. طبعا بعد وصول منتخبنا الوطني أو حجز منتخبنا الوطني البطاقة الثانية في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، الرئيس السيسي يبعث رسالة تهنئة لكل نجوم منتخبنا الوطني الأولمبي، وبيدعوهم إلى بذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة. فبالتالي ألف ألف مبروك لمنتخبنا الأولمبي، إن شاء الله مصر كلها تفضل في ظهركم خلال الفترة القادمة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بعد هذا، بعد ما نقفل مع حضراتكم ملعب الأهلي، هيكون معاكم على الهواء مباشرة النجم محمد الجندي معاه
المهندس شريف حبيب هيتكلموا في كل ما يخص اشياء كثيره جدا جدا في برنامج الاهلي يحاور. الاهلي يحاور هيكون في مع حضراتكم النجم محمد الجندي، وايضا هيكون ضيفه في هذه الحلقه المهندس شريف حبيب. هيتكلموا زي ما قلت لكم في كل ما يخص كره القدم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم غدا في حلقه جديده من ملعب الاهلي.